النقطه اللي بعد كده ان هو مدافع هداف، هو هداف نادي الرجاء في دوري ابطال افريقيا برصيد 3 اهداف. طب سجل في شباك مين؟ يعني برضو نشوف الفرق اللي هو سجل فيه، سجل في شباك الترجي، سجل في شباك مازيمبي، سجل في فيتا كلوب، يعني الثلاث فرق قوي. كبار ماتشات كبيره يعني أيه. صاحب شخصيه بيعرف يسجل فيه، دي حاجه مهمه ان هو برضو بيتقدم في الضربات الثابته أيه. في برضو نقطه مهمه ان بدر بنون كان مدرب الرجاء بيعتمد عليه في الضربات الثابته بايه، ان هو كان دايما يلعب الضربه الثابته على القائم البعيد بحيث ان بدر بنون طويل القامه يصلحها اللي جاي من ورا يرجع. فدي حاجه مهمه برضو ان انت هيبقى عندك مساج بيعرف يجيب براسه او بالهيد في الضربات الثابته تقدر ان انت تلعب عليه، دي حاجه مهمه جدا. برضو بيشوط ضربات جزاء في رقم هنا جداً. برضو انت باكد كلامك يا دكتور يعني فاز بالالتحامات الهوائيه 76%، ده رقم كبير. هو اكتر مدافع في دوري ابطال افريقيا فاز بالالتحامات الهوائيه بنسبه 76%، يعني بدر بنون يعني لو استعرضنا ارقامه والتاكيد لكلام حضرتك، بدر بنون في دوري ابطال افريقيا هو لعب 9 مشاركات ب 742 دقيقه مسجل 3 اهداف، وده اكتر مدافع في دوري ابطال افريقيا مسجل اهداف في كل الفرق. متوسط لمسته للكره 53.7، ده رقم مميز جدا لما مدافع يلمس الكره في الماتش 53 اكتر من 50 مره، ده دليل ان هو ايه، ان هو محور بناء الهجمه زي، عشان كده باتشيكو عين له مصطفى محمد. متوسط التمريرات الطوليه بتاعته 3.1، برضو بيدي تمريرات طوليه بنسبه نجاح يعني نصهم صح، ده نسبه كويسه جدا. نيجي بعد كده للمراوغات الناجحه وصناعه الفرص، برضو المراوغات الناجحه بالنسبه له كمدافع دي الحاجه الملحوظه ان هو يمكن هو اعلى مدافع في دوري ابطال افريقيا في حته المراوغات. بيزيد يعني حتى 3.1 دي كل المدافعين 1.1 هو اعلى منهم، علشان الناس برضو تفهم المراوغات بمعنى انه حتى ممكن لو اتعرض تحت ضغط، انت في بعض السردباكات لما بيضغط عليها بتطفش بلغه الكوره تقلش يعني يجي الكوره فده من النوعيه اللي ممكن جدا يبقى عنده هدوء ممكن يعدي ويسلم بشكل كويس في وقت الزنقه هيعرف ان هو يفوت من 1-1 في المهاجم. صحيح. برضو نيجي بقى اللي هو دقة التمريرات القصيرة بتاعته 85%، ده رقم كويس جدا دليل ان هو بيحضر الهجمة بشكل كويس وكورته حلوة جدا.